أكد حسام عيد مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية على ضرورة تعظيم إيرادات الدولة في الموازنة العامة. وأشار مساعد رئيس حزب العدل إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مشروعات ذات مردود اقتصادي قصير الأجل بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي. احنا نؤكد على وجهة نظر حزب العدل في ضرورة أو التأكيد على ضرورة وأهمية تعظيم إيرادات الدولة المصرية في الموازنة العامة للدولة، وأعتقد أن احنا تقدمنا بالكثير من المقترحات لتعظيم الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة المصرية، وده عن طريق الاهتمام بالاستثمار في المشروعات اللي ليها مردود سريع ومباشر على الناتج القومي الإجمالي المصري، وهي استثمارات تكون أو تتطلب المرحلة أن تكون الاستثمارات الحكومية في القطاعات أو الاستثمار قصير الأجل، وده اللي هيكون ليه مردود إيجابي سريع جدا وبشكل مباشر على زيادة الناتج القومي الإجمالي، وده اللي هيؤدي أو هيترتب عليه مزيدا من الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة.